Not bad. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام، الله يعطيك العافية دكتور. كيف الصوت؟ الله يعطيك العافية دكتور. هلا عماد. الله يعطيك العافية دكتور. هلا محمود حبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنبدأ الموضوع الخامس من محاضرة حشرات المحاصيل الحقلية والبستانية اللي بتعلق بآفات المجليات. اليوم بدنا نشوف المحاصيل لها علاقة بالأمن الغذائي، هي محاصيل استراتيجية. نحكي أقمح، نحكي عشائر. بنبدأ بالآفة الرئيسية اللي بتواجه الأمن الغذائي العالمي اللي هي الجراد الصحراوي، اللي ديزرت لوكست، شستو سيركا غريغاريا. يعني معنى كلمة غريغاريا متجمع، نلاحظ انه هاي الحشرة الكاملة تابعة للأكريديدي، رتبة مستقيمة الأجنحة الأورثوبترا. شايفين هاي، هذا هو الجراد الصحراوي، وبنلاحظ اللون على صفار شوي، لكن كمان يعني عنده بولمورفيزم، يعني بعض الاختلافات في الشكل بالنسبة حسب الطور. عندك أطوار تجمعية، أطوار مهاجرة، ونشوف كيف الطبيعة اللي موجود، البقع اللي موجودة على الأجنحة من علامات تصنيفية، راح نشوفها كمان شوي. الجراد الصحراوي لا يبقي ولا يذر، كل شيء إيش اسمه نبات بهاجمه، بصير القمح الشعير بشكل كثيف جدا، بالإضافة لجميع الخضروات والأشجار مثل الفلفل والمراعي. إذا هذا الجراد كما نعلم بهاجر، وكمان شوي نشوف يعني عليه شوية وعلى قيمته الاقتصادية. دورة الحياة البيض بشكل من 5 كتل 70 بيضة للكتلة، إذا نحكي عددين 5 × 70 بحدود 300-350 بيضة لكل أنثى. تضع البيضة في حفر في التربة الظلية الرطبة على عمق
يعني من 5 إلى 10 سنتيمتر، بتغطيه بإفرازاتها، إفرازات رغوية مشان يتماسك مع بعضه ويضل رطب ما يجفش في البيض. بيفتس بفترة 7 إلى 14 يوم، يعني من أسبوع لأسبوعين بيصير عندنا حوريات. حكينا الحوريات، إذا الميتامورفيزم اللي عندك التكاثر اللي عنده ناقص مش كامل، يعني عندك تطور ورقة، لا يوجد تطور ورقة أو أضرار، التطور عند التطور ناقص، الحوريات تشاهد البالغات لكن لا يوجد هناك خلينا نحكي الأجنحة والحجم. بيفقس حكينا بعد أسبوع أو أسبوعين، الحوريات والبالغات تتغذى، الحوريات تقدر تتطور تنسلخ 4 انسلاخات، يعني لها 5 أعمار ورقية، بتزيد بالحجم، تتجه الحوريات للأعلى لأشعة الشمس في الصباح الباكر وتنتقل لأماكن أخرى تصل لمسافة 5 كيلومتر، وهي في العمر الخامس الأخير. إذا بتزحف الحوريات في العمر الأخير قبل أن تصبح يرقات إلى مسافة 5 كيلومتر، بتصيب المراعي، بتصيب الأجزاء الحرجية، بتصيب القمح الشعير، كل شيء قابل للأكل مادة غذائية. مدة طول الحورية 3 أسابيع، ولها 3 إلى 5 أجيال في السنة. لها 3 مناطق للتكاثر، عندك تكاثر صيفي، تكاثر شتوي، وتكاثر ربيعي. هاي طورة الحياة، الإقليم، وضع البيض، بتنزل مؤخرة البطن، والبطن دائما تغرب ب 5 إلى 10 سنتيمتر في الوطة في التربة الرطبة. شايفين البيض مجموعات، كل مجموعة 50 بيضة كلاسترز. تبقس هذه البيوض إلى يرقات عمر طور أول، طور ثاني، ثالث، رابع، خامس طور حريات. هاي الحورية نشوف في كيفية التجمع تبعهم، والمسافة للطور الخامس إلى 5 كيلومترات تبحث عن الغذاء. هسه الآن عندك الطور المجنح البالغات، طلع قديش هون معبية على شكل أفواج مهاجرة، هاي عملية التزاوج. هاي ما حكينا يعني تقريبا 3 أشهر إلى 3 إلى 4 إلى 5 أجيال في السنة. هاي صورة أوضح لاحظي كيف بيض في الكيلوغرام اللي رطبه، وهي الأسراب تبعت الدراج بالملية أو مليارات حتى. بدنا نحكي على أعراض الإصابة بالضرر. الحوريات بتاكل 3 أضعاف وزنها، طلع خطورة تبعت. الكاملات بتاكل ما يسمى وزنها أضعاف، يعني الحوريات بتاكل ما يقارب 3 أضعاف وزن الحشرة، الكاملات بين ضعف إلى ضعفين وزنها تأكله. الحوريات والكاملات تستطيع تعرية النبات بالكامل، بجرده كاملة لا يبقى إلى العروق. هذا يعني آفة خطيرة جدا. بتهاجم مهاجم القرن الأفريقي، الجزيرة العربية، الهند والباكستان، إيران، والدول المجاورة البحر الأبيض. هذا هو منطقة انتشار وهجرة الحشرة. هاي المناطق اللي بتكون بتشتي فيها، هاي المنطقة يعني في المنطقة بين الشتاء والخريف، المنطقة اللي تكاثر فيها المواقع، هاي مواقع اللي موجودة في باكستان، إيران، آسيا، أفريقيا، دول البحر الأبيض المتوسط. هون بالنسبة للتكاثر الصيفي هو في المناطق هاي، البقاع الخضراء هي التكاثر الصيفي، والبقاع المخططة هذه بين الرمادي والبني تكون في الشتاء والربيع. دكتور، انت قصدك على الكاملات والحوريات انه تكون تطور كامل او تطور ناقص؟ هسه الان عنده حكينا عنده عده مناطق للتكاثر، تكاثر ربيع وتكاثر شتاء وتكاثر
صيفي. صيفي. هاي المواقع اللي تتكاثر فيها في الشتاء والربيع، وهي المواقع اللي تتكاثر فيها في الصيف. المواقع هاي معروفة جغرافيا وبرصدوها، كمان شوي بنشوف ايش العمليات في مراقبة هذه الآفة ومكافحتها. شايفين حبايبي المواقع، يعني كثير من ال يعني good reading during the summer of 2003 calls for desert workers outbreak to occur sent to us that were not controlled في عام 2003. أربع أوقات صار فيها outbreak، صار فيها انفجار سكاني في العادات، وكان صعب إنه يتوقف ويكافح. استمر من 2013 و 2003 لغاية 2005. انتقل مثلا حكينا عن الشتوي، انتقل إلى هون باتجاهات الجيل الصيفي، باتجاهين، هاجم الجزيرة العربية، هاجم مصر، هاجم القرن الأفريقي. هاي من أحد الأمثلة بال 2003 وال 2005. هون عندنا بال 2013 إلى 2015 كمان كيف اتجاهات التكاثر، مناطق التكاثر صارت عندنا هون. هاي البقعة الرئيسية انتقلت، يعني خلينا نشوف كيف الأسرار انتقلت من مناطق إلى مناطق، عابرة للدول ما بين الدول وعابرة للقارات، يعني انتقلت من أفريقيا إلى آسيا. ممكن كيف خطورة هذا الجراد؟ المكافحة بالنسبة له باستخدام فطر فيها، أنه فطر فيها من الجراد، هرمونات تشويش على الجراد تم التغذية، وعندنا المكافحة الكيميائية تجري من المناسبة عن طريق الرش الجوي للطائرات. الآن المناطق اللي احنا بنحكي فيها، مناطق قد يستطيع انه السيارات تستخدم الطرمبات الرش الموجودة على السيارات ومنرشها. المزارع مثلا يستخدموا أدوات الرش اللي موجودة في المزارع، لكن في مناطق لا تستطيع أن تصل إليها بتستخدم الطائرات. كمان كفاءة الطائرات تكون أكبر لأن بتغطي مساحات كبيرة في وقت معين. نحن بصير عندنا في أسراب الجراد، بصير عندنا يعني حرب على الجراد مع الوقت. كلما تأخر الرش والعمليات الزراعية والقضاء على الجراد استمر، لأنه يعني بهاجر آلاف الكيلومترات، يعني بتصير بالساعة وباليوم محسوب علينا. إذا تأخرنا يوم أو ما قدرناش نكافح في يوم معين بنخسر آلاف الدونمات الزراعية من وراء الهجوم على المحاصيل. لذلك هاي ترصد جويا، وهي غرفة العمليات تاعت الفاو. الآن the flow of data is for desert locust early warning in which data are controlled during field survey. الآن أنا بعمل قاعد مراقبة للمواقع اللي هي موجودة الوجنك مع الخرطات، مناطق التكاثر تبعت الجراد إن كانت شتوي صيفي أو في الربيع، يوجد عندنا سيرفي على الحقل. عندنا مساحين بيطلعوا بيطلعوا يراقبوا الحشرات في مواقع تكاثرها، مراقبة الأراضي الخضراء الموجودة، لأنه كمان بدنا نشوف إنه وصلها الخطر ولا ما وصلهاش. الداتا هاي بكل المواقع، كانت في الأردن، في السعودية، بإيران، في القرن الأفريقي، المغرب، تونس، كل المواقع اللي حكينا عنها مناطق نشاط الآفة، فهمت علي كيف؟ بنلاقي ناس سكاوتس، هذول الكشافين خلينا نحكي، بلموا المعلومات، قديش الأعمار، قديش التكاثر، هل يوجد خطورة؟ يوجد خطورة، كثير من المعلومات المرصودة في جدول معين موجود على الكمبيوتر، برنامج بيعبيه المساح اللي هو مساح المهندس الزراعي، الكشاف، المزارعين اللي مدربين، بيعبر يعني بيعبي الداتا وتوصل إلى الهيد كوارتر اللي هو المركز الرئيسي الموجود في روما في ايطاليا اللي تابع للفاو. هذول بيحللوا الداتا، بيراقبوا، بيجمعوا الداتا مع بعض، بيجمعوا المعلومات مع بعض. هاي المواقع شايفين هون في كل منطقه في عندنا جهاز لاستكشاف ومراقبه الجراد في جميع الدول اللي بتنتشر فيها وتتكاثر فيها او بتهاجمها الجراد. الداتا هاي عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق الداتا الموجودة على الأرض بتحلل، هل الأعداد موجودة، انتشرت، انتقلت. لذلك بصير عندنا تحليل المعلومة
يصير عندنا فهم للوضع على الارض بالنسبه للجراد. اذا في حاله انه بده ينتشر تكاثرت اعداده بصير عندنا الارم، بصير عندنا انذار للدول المحيطه اذا بحاجه لعمليه الرش، تبدا عمليه الرش في المواقع اللي بتبدا فيها التكاثر الكبير. يعني بدنا نلحقه قبل ما يهاجر وقبل ما تكاثر اعداده. مسيطرنا ما قدرناش نسيطر الدول اللي بتكون يعني معرضه للهجوم تبع الجراد، تعطى الانذار بجهز حالها. مثلا الاردن اجتنا من السعوديه، اجتنا من مناطق ثانيه، القراءات الجويه بتكون موجوده عندنا، العاملين بيعطونا وين وصلت، ايش المناطق اللي نطلع لها، نطلع لها والله مثلا وصلت معاه، نطلع بنجهز حالنا في معاه لاستقبال الجراد ومهاجمته ومكافحته. تعدى منطقه معاه من المناطق الاخرى على سبيل المثال تتوجه للمفرق، بيكون عندنا كشافين وبيكونوا العاملين بانتظاره. لذلك هي حرب مع الجراد وفيها جنود مجهولين كثير من هذول المساحين اللي على الارض واللي على الكمبيوتر بيحللوا الداتا في العديد من المواقع اللي في العالم. وشوفنا احنا الهجوم تبع الموسم الماضي تبع الجراد في الاردن، الحمد لله يعني عدى على خير. نشوف هذا المراحل تبعتك تقريبا زيشن بروسيس ان ذيس لوكست وكير از لوكست انكريز ان نمبر اند كونسيرن اند concentrate consisting of solitaries هوبر يعني تكون منفردي الهوبرز هذول النباتات اللي هي البيور فقست وخرجت الحوريات. الحوريات هي النباتات الصغيره بتكون منفرده بتصير تتجمع لمجاميع اللي هي small group of transient هوبر متنقله جروبات معينه بتتجمع التجمع لانه ما فيش عندي غذاء كافي انت عليه في المنطقه تتجمع مع بعض مشان تسافر مشان تطلع تنتقل للمنطقة فيها غذاء. هون عندي أفولي جريجيرو سوبر باند، عندي يعني كنحكي شريط من الحشرات الجراد اللي تم تجميعها انت كيف من الحوريات. أنا عندي الأضل طلعت عندي انت كيف هذا منفرد بعدين بتجمع العضل يعني الحرية انتقلت إلى مرحلة البلوغ صارت عندي بالغات، البالغات بتتجمع وعند التجمع بيصير عندي اللي هو الأضلت الصوام اللي هو البالغات بيصير عندي الأسراب تطلع. شايفين كيف كميات كبيرة تبحث عن مواقع الغذاء. هاي صورة بس يعني diagrammatic summary of the behavioral gradation pathway in locust and the role of serotonin as revealed by pharmacological manipulation. لأنك هنا المادة عنها سيروتونين مادة تفرزها الحشرة بتشوف بالعين والقولون الاستشعار بتشوف الحشرات الأخرى وبتشم ريحتهم. بيجينا المادة إذا فرزت تم التجمع بدنا ننطلق، المادة هي بتفرز الحشرات لأنه صار عندنا تجمع. إحنا جاهزين للسفر للهجوم للانتقال. تفرز المادة هاي يعني الفرمون هذا بتفرز الحشرات وبكون هذا المادة الكمون اللي بتفرزها إنه إحنا تجمعنا وإحنا جاهزين للانتقال. هذا التجمع المسؤول عنه مادة اسمها سيروتونين تفرزها الحشرة للتجمع، وهي يعني ناتجة عن قلة الغذاء وجهوزية الحشرات للانتقال لموقع آخر. قطعنا المادة هاي إذا نضلنا في موقع إنه إحنا الغذاء بكفينا بدناش نهاجر، المنطقة فيها أكل كافي ما فيش لا يوجد حاجة إنه نهاجر أو ننتقل لمنطقة أخرى. صار عندك تجمع، الحشرات شمن بعض شافن بعض تلامسن الحشرات مع بعض، الحشرة نفسها بتقول أنا صار عندي كثافة عددية، صار عندي تزاحم في الموقع والغذاء لا يكفي، بيفرزوا المادة السيروتونين وهاي بتعمل تجمع
بتلم الحشرات مع بعضها لغايات الخروج بأسرار المعطر. الآفة الثانية اللي بدنا نتحدث عنها، عندنا عدة آفات تابعة للإفدي اللي هي هيموبترا اللي هي أو هيمترا اللي هي رتبة حشرة الأجنحة المن. عندنا الكثير من الحشرات اللي بتهاجم القمح والشعير وما إلى العائلة النجيلية، بتهاجم أن القمح المن. هذا أول نوع، هو من جذور القمح، ومن اسمه بصيب من الجذور، غريب يعني إنه في من على الجذور. هذا من أنواع المن، حتى شكله والله فيه شكله مكعبل وعليه شوية بياض، بيكون النموات الواكسز الشمعية. هذا الأبلو نيورا لينتيسايد، أبلو نيورا لينتيسايد من جذور القمح، بعض الأنواع المن النادرة اللي بتصيب اللي متخصصة في إصابة الجذر. الويتروت آفة بتصيب عندنا القمح والشعير والأعشاب النجيلية، بتصيب لنا الفستق الحلبي والفستق البري. هلا طلع كيف بيعمل معنا على الأوراق الفستق الحلبي، الأوراق تنتفخ. إذا هو متخصص على العائلة النجيلية، ولكن يصيب الفستق الحلبي والفستق البري. بتكاثر بكريا على جذور القمح. الحلية تظهر في مستعمرات تغطى بطبقة شمعية بيضاء منتصف أيها، تتكاثر بعدد كبيرة مجنعة، تهاجر الأشجار الفستق الحلبي هربا من الحر. احنا حكينا بشهر 5 أن حصاد، هذا بدوش، والحصاد بيكون في الشيء في الصيف، يعني النبات وصل مرحلة النمو كامل أصفر، هذا واحد يعني خلاص بده ينحصد، بطل مادة غذائية مناسبة، والحرارة بتحملهاش كتير، فهو بهاجم الفستق الحلبي هربا من الحر، بيعمل انتفاخات في أوراق الفستق وتمكث فيها طيلة الصيف، ثم يعود يجيلها المجنح في الخريف إلى الجذور النجيلية، بوصل عدد الأجيال إلى 20 جيل في السنة. وهذا موجود في الأردن أول ما يعني ريكوردد كان في منطقة المشجرة أتوقع. الأعراض، إفرازات بيضاء على جذور الطلعين، هاي الحشرة وهي كلها إفرازات بيضاء شمعية، هاي من الأعراض على جذور النباتات المصابة. وطول المطر المبكر في الشتاء يحد من أعداد الآفة، حكينا إذا كان عندنا مطر في بداية الشتاء، يعني احنا بنزرع وبنستنى الشتاء مشان ينبت القمح، وهي الحشرة بتكون موجودة على الجذور، فعملية المطر بتغطي المنطقة الجذرية وبذلك بتقتل المن وبحد من انتشاره. عندنا أنواع من النماتود كمكافحة حيوية تهاجمه في التربة، وكذلك استخدام القطلات. قلنا بشكل عام بدنا حشرات والملامة مثل الجشوة هاي الموجودة، وكمان ممكن نستخدم أفضل المودات الحشرية الجهازية. بدنا مكافحة العوائل البديلة مثل الأعشاب النجيلية، عندنا أعشاب موجودة هناك إذا كان الأوت الشوفان أو الزيت، أو عندنا حشرات كثيرة تابعة كأعشاب تابعة للعائلة النجيلية، بدنا نتخلص منها من الحقل لأنها عائلة ثانوية. عندنا المن الثاني من النجيليات ويتويت أفز الشيز أفز جرامينيوم، يتميز بلون الأخضر وقرونة قرون الاستشعار القرون البطنية السوداء، لون أخضر حبايبي حجمه كبير، بيجي على القمح من النجيليات، قولوا قرون الاستشعار سوداء قولونه أخضر أطراف منطقة الكاس، يعني الحلقات اللي بالرجل الطرفية بتكون سوداء. كمان عندك السفنكولاي اللي هو القرن البطني أسود قصير. من النجيليات هذا من يعني متخصص عن النجيليات، كانت قمح أو شعير أو ذرة وأعشاب نجيلية دغري. تكاثر باكتيريا جنتي هو بكري في أشهر الربيع الدافئة، كنت كاثر جنسية في الشتاء الجاري لأنه الطور غير مناسب للبرود له، ممكن يتحول إلى تكاثر جنسي. تكاثر جنسي الحشرات اللي عندها تكاثر بكري بيكون فيها وجود الظروف غير ملائمة، وهذا بده حرارة، بيحب الحرارة، لذلك إذا قلت الحرارة والأصبح الجو بارد فينتقل إلى التكاثر الجنسي. شتاء عدد أجياله 15 جيل،
بالسنة. هذا الأعراض الهجمة أوراق طرفية تصل وصار يكون بقع مرة من تكوين في الأمراض الفيروسية مكافحة المواد من الدولة كمان. هذا إذا بتلاحظوا يعني على السنابل، مرحلة السنابل خصوصا في المناطق الحارة أو منطقة الحصاد بتلاقيه طالع على السنبل مغطيها، بحب الحرارة هذا المنت. عكس المن الآخر اللي راح نشوفه الآن اللي هو الويل من النجيليات الآخر، هذا سيدونيا أفنيو، هذا المن الأخضر هو ضمن النجيليات الأخضر بنسميه خطأ في السلايد، شايفينه بحب التجمع واخذينه كله أخضر. من الأخضر دكتور اسمه؟ من النجيليات الأخضر، من النجيليات الأخضر اللي هو سيبتونيا أدينيو. هذا بيحب البرودة، تلاقيه في المناطق اللي عندنا خصوصا المرتفعة عن الأغوار، الرمثة، الإربد من لقيفة على القمح، بتكون بشكل تجمعات قبل التجمع. طلع كيف الوضع تبعه على الأوراق، غطينا الورق كامل، بصير القمح الشعير والذرة والأعشاب النجيلية بريء. نلاحظ أن هذول المن اللي حتى الآن متخصص ذو الحياة تكاثر بكر في أشهر ربيع الدافئة، يحب الدفء، يتكاثر جزئيا في الشتاء البارد. هذا المن السابق. عندنا كمان نوعين من المن، حكينا سيدونيا أفنيو المن الأخضر، وعندنا روبالو سيدم بداي من الأود يعني من الشوفان. و يعني المن الأخضر ومن الشوفان اللي موجود في المناطق المرتفعة، المن الأول واحد اللي هو من النجيليات، والمن الأخضر هو المن الشوفان اللي في الأغوار. يعني المرصود عندنا أكثر من نوع بسيط القمح العديد. الآفة الأخرى اللي بنتعرض لها هي العائلة النجيلية تريبس القمح، ويت تريبس، لونه أسود متميز عن الألوان الموجودة في التريبس الآخر، يسموه هابلو تريبس تريتيساي. هابلو تريبس تريتيساي، التريتيساي هو القمح تريتيكي، أوكي، اسم العلمي للقمح تريتيكي. لذلك احنا هابلو تريبس تريتيكي بنعرف انه من الاسم العلمي تبعه انه بصيد نيجيريات وبصيد القمح، لونه اسود ومتميز، بصيد القمح الشعير والاعشاب النيجيريه، لانه هو متخصص دورة حياة تبرز لونه البيض في انسجة النبات، وخاصة وقت ازهار القمح تفقس اليرقات ذات اللون الاحمر البنفسجي. شايفين الصوره لونها احمر بنفسجي، اليرقات تبعت الهابلو تريبس اللي هو تريبس القمح. خلال الاسبوعين تحول اعضاف التربه، تخرج حشرات كامله السوداء خلال اسبوع الى جيل او جيلين، وتنتقل للاعشاب المجوره بعد حصاد القمح. اذا هو بيصير كمان الاعشاب اللي التابعه للعائله النجيليه، اذا نحن بدنا نكون حذرين في وجود العوائل البديله خصوصا اللي تابع نفس العائله من اعشاب قريبه من القمح والشعير تتبع لنفس العائله، هاي لازم نتخلصها في حقول القمح والشعير. تتصل عصاره من الاوراق الطرفيه الطريه وتميل الاوراق الى اللون الفضي، تميل الاوراق للون الفضي. وعرفنا ليش اللون الفضي هو عرض رئيسي من اعراض الاصابه بالثريبس، حكينا اكسده الماده الغذائيه اللي هي العصاره النباتيه الخارجه نتيجه شخش السطح الاوراق. عندنا حكينا فيه ثريبس مفترض سكولا ثريبس، بيجينا على الثريبس العادي كعدوى حيوي، عندنا مودات عشريه جاهزين، عندنا حكينا ثريبس بينجذب الى مصائد لونيه الزرقاء، نركز على الزرقاء مش الصفراء، ممكن استخدامها في عمليه المراقبه وعمليه المكافحه. وكمان عندنا مكافحه الاعشاب التابعه للعائله النجيليه بشكل خاص من اهم الطرق في مكافحه ثريبس القمح. عندنا السونه بقه السونه ايوه يوري جاستر انتيكريسبس تابع على نسبية الأجنحة اللي هي نترا، هاي بقة السوان موجودة بكثرة وآفة خطيرة خصوصا لما تهاجم لنا السنابل. هاي
نسبة الأجنحة عبارة عن بقة ألوانها بتجي على يعني بين الأخضر إلى المصفر، ومن ثم تتحول إلى البني مع تقدم العمر. هذا بيصير لنا القمح والشعير والذرة، يعني هذا على الجميع النجيليات. دورة الحياة بتدخل في الربيع لعقول القمح للتغذية، وضع البيض على سطوح السفلى يعني السطوح السفلى للأوراق على شكل مجموعات شكلها، البيض نقول مزركش مسمينها. هذا هو البيض تبع السنبك وبخت السن، البيض مزركش شكلها كيف تبيدي عنده مزركش بسيطة، هي خرجة الفورية يعني تفكس البيض وتطلع الفورية. بتطلع نهارا عندنا قواعد النباتات تبادل الحرارة، قواعد النباتات اللي بتعرف العافية يعني خلينا نحكي نبات القمح 5 6 7 8 10 أوراق رئيسية تكون عندك، القواعد تتخفف الحرارة المساعد تطلع على النبات اللي أعلى في القصة القصيرة لأوراق السنابل إلى 5 أعمار فورية، والفوريات والبالغات حكينا إنه تطور تبعها ناقص هي تطور الضعف. طلع الضرب عندنا يعني القصة الفورية حشرات كاملة أوصلت لأوراق السنابل بسبب انكماش الحبوب وتعطي روائح كريهة عندها حول لمسة. هي تعتبر مستنك بق، البق النتنة، البق هذا بشكل عام السونة وغيرها، هذول البق نتنة له ريحة بتطلع، طلع كيف الهجوم على السنابل يعني تخدمني على المحاصيل، وطلع البذرة تبعت القمح شو بصير فيها، ما ضل فيها قيمة اقتصادية. إذا هاي آفة رئيسية، هاي ضرر على الأوراق، هذه العلامات. وكفى حتى بزراعة أصناف البكرة تنتج لهروب من آخر الموسم، إذا هي بتهاجم في موقع معين، خلينا نحكي إذا بالأردن عندنا بنحصد بشهر 5، إذا في عندها شيء من النباتات القمح أو الشعير بنحصد شهر 4، فأنا بيكون جيد لأنه بيكون خروج يعني هربت من الفترة اللي بتكون فيها الأعداد كبيرة وبتهاجمني فيها، فبهرب وبحصد قبل ما يجيني الآفة. إذا التفكير كمان في موضوع زراعة أيضا للهروب من الآفة آخر الموسم، في عندنا العديد من يعني التطفيلات ركض يعني ريكوردد، يعني الفايز سبيشيز والتينوماس سبيشيز، هذول أنواع أو أجناس بتصير يعني متطفيلات وجدت على بقة السونة. يوجد كمان الطيور المفترسة لهذه الحشرة، مكافحة حيوية بدنا جاهزية للحشرة مصة. إذا أنا بدي أحط لها المادة السامة داخل العصور النباتية، وذلك باستخدام حشرات جاهزية مثل الانفنتيون والبيسيس. في شيء اسمه بقة صحراوية تابعة لهنا برضه، طلع كيف شكلها متميز، فيش عندها في تصلب في دائما طويل، طلع الرسومات على يعني زي جلد النمر هون، عندك هنا الخطوط الجميلة هاي، عندك تقاطعات الموجودة، علامات مميزة للحشرة اللي هي الديمس ينوتس تابع للهنترا، سموها بقرة الصحراوية. وسبحان الله الكائنات الصحراوية تكون ألوانها مشابه الصحراء وفاتحة، ولا لأنه اللون الفاتح بيعكس الشمس وبتطفش فيه، الحشرات اللي تكون موجودة في المناطق الباردة بتدي حرارة بتلاقي ألوانها فاتحة. الصحراء بتلاقيها الوان فواتح، المناطق الباردة بتلاقيها الحشرات قريبة من الأصفر. جزء البنك ايه بقى الصحراوي بتصير لنا قمح شاي وخضروات، يعني بتجيب لنا الخضروات وتهاجم كمان اجزاء مثل العشب البرية من متعدده الاواني. تتجمع الحشرات بعدد كبير بجانب قواعد النبات وفي شقوق سطح التربه، اللي انت بتضع البيض في شكل مجموعات على انسده النبات الطريه، حكينا بقى اجزاء المعصر وده اجزاء النبات الطريه عشان تغرس فيها دور اجزاء الفم وتنقص. حورية بتتغذى على اجزاء طريه باختصاص بوصالة الى جيلين او ثلاثة في السنة، وهذه تنشط من شهر 3 الى شهر الى بداية شهر 6. بتجف القمم النامية والبراعم عند الاصابة، وبعد ذلك بكامل النبات الناتج عن اختصاص بوصالة زيها زي البقة السون، بقى نتنة لها تعطي ريحة كريهة النبات المصاب عند لمسة. الحشرة بتكون يعني النبات اللي بيصاب كأنه محروق، الأعراض تبعتها
القمح او الشعير او الخضروات الرقيقه لانها كان مفروض يعني في اصابه بهذا الحشرات مكافحه الجنبيه بطل الصوره. سابع الافات اللي تابع الافات العائله النجيليه هو دبور الهمبه المنشاري. دبور الهمبه المنشاري دبور غذائي تابع للهيمنوترا معي شباب الهيمنوترا معك يا دكتور طبعا معك 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 يا دكتور الدبابير بشكل عام والنحل معك معك احنا في بعض الرطب الحشريه نادره ما تكون عندك منها ضرر يعني الهيمنوترا نحل واعداء طبيعيه هي غشاية الأجنحة اللي بتتبع لها النحل والنمل والدبابير. لكن هذه الرطبة يعني غالبيتها حشرات مفيدة. هناك على الدبور دبور يكون متطفل الدبور الصغير. لكن على الدبور الأصفر ولا الأحمر الكبير هذا يعتبر آجع على النحل وآجع على كثير من النخيل على الموزاي. يعني غالبية الحشرات التابعة لهذه الرطبة حشرات نافعة. لذلك بده يضل هناك دبور وآفة بده يرسخ عنا يعني بمساهر هذا دبور هامبا المنشاري سيفاس بيكنياس لاحظ هاي دبور عنده حركات البطن تنتين منهم لون أصفر ولون أسود إذا أنا والأرجل ملونة بالأبيض بين الأسود والأصفر هي علامات مميزة لهذا الدبور. بصير بدنا نقنعه الشعير. الأنثى بتضع بيضة فرادة في شقوق تصنعها بآلة وضع البيض في الساق يعني بتبرزها غرزة تمشق وآلة وضع البيض حادة بتبقى يعني زي الإبرة بتبرز جوا الساق وبعدين بتنزل أو بتبيض البيضة داخل هذه الشقوق تحت السنابل مباشرة. يعني على راس النبات السنبلة طلع فوق تحت السنبلة بحامل السنبلة بالساق اللي حامل السنبلة بتغرز البيض هذا يعني التطور تبعه كامل هاي من نقطة كله كامل يعني بدي عندنا بيضة يرقة فيها العقراء والأغراء إذا عندنا بتفتخس البيضة إلى يرقات تحفر داخل الساق اتجاه الأسفل عندما تصل الأسفل الساق تتعذر خلال الصيف في الربيع التالي تتعذر داخل الشرنقة وفي النساء تظهر الحشرات الكاملة مع بدء تكوين السنابل لا تجي الواحد في السنة لا تضع البيض إلا بيضة واحدة في الساق الواحد متخصص يعني تحط الشيء ذكية كل ساق بتحط له بيضة وهي خطرة لأنها بتجيش إلا في نهاية الموسم وقبل وعند فترة خروج السنابل لاحظين حبايب الأعراض تترك الإرقات نشارة نتيجة تغريدها شد نشاط خشب يعني بتطلع من فوق تحت السنبلة بالساق بتحط البيضة بتفكس الجارة خليها خلال الطور بلنا توكل بالساق نفسه يعني تقطع البداء عن السنابل تقطع البداء عن السنابل لاحظين شو عملة الساق فضيها كان تتركه فارغ مما يسهل كسره إذا انكسر هي مكسور الساق ضعف لأنه بتاكل من الداخل سنابل بيضاء فارغة والحبوب ضامرة ونبتات مصفرة يعني قطعة انت جيت قطعت الغذاء عن السنبلة مباشرة من تحتيها مباشرة هاي خطورة العكس الدبور حنطة المنشار بدنا نتخلص من بقايا المحصول السابق بدنا نحرث التربة عميقا بعد الحصاد للتخلص من العذارة حكينا بتعذر التربة وبيبقى في السيقان بتاعت المحصول السابق لذلك انا بدي اتخلص من بقايا المحصول وبدي اعمل حراثة جيدة عميقة بعد الحصاد مباشرة للتخلص من العذارة بدي اعمل دورة زراعية مع محاصيل غير نجيلية لان حكينا من الدورة الزراعية بتفيدنا انه يكونش العائل موجود وبذلك بتموت الحشرات عند عدم وجود الغذاء ما ان موجودات حشرية جاهزية واستخدام الاصناف مقاومة ده بقي لدينا اقل من دقيقة اي سؤال عليهم الافات حتى الان اي سؤال حبايبي يعطيك العافية دكتور الله يعطيك العافية دكتور الله يعطيك العافية يعطيك العافية الله يعطيك العافية دكتور